يسألني واحد يقول وش يطري عليك من الأبيات اللي ضاقت الدنيا عليك وسكت بوجهك؟ قلت بيت سعد بن جدلان اللي يقول لنقف الباب من الرزق حراسه وقوف فتحت بيبان الأرزاق من كل اتجاه. قال طيب كيف تتعامل مع الناس؟ قلت مثل ما قال سفر الدغيل، الثقل فن من فنون التعامل، بينه وبين الكبر تمييز وفروق، تصغر بخمخمة العرب والمجامل وتكبر ليجي الريجين وفوق. قال طيب وش تقول لي من حتى تجمل فيك؟ قلت مثل ما قال سعود مبارك، عطايا النشامة في رقاب النشامة دئ ما يفرح بها الا واحد ما يثمنها. قال طيب وش تنصحني به اليوم اني تضايقت مشي وحبيت اشكي لحد؟ قلت مثل ما قال عبد الله بن عون، لا تبدي الشكوى ولو ضامك الشيء الا على رجل يحس بوجعها. قال طيب وش تقول للي يحب ويكابر؟ قلت مثل ما قال عبد الله بن زويبن، لو صبر على الهوى صبرا مهادي الجروح تبين لو نجحتها. قال طيب وش تشوف في الحياة؟ قلت أشوف اللي شافها مسعد علوش، أشوف الغبي واثق وأشوف الذكي شكاك وأشوف اللي يذكى من الذكي شايف ساكت. قال طيب وش تقول للي يسمع كلام الناس ويدور القال والقيل؟ قلت مثل ما قال سعد بن جدلان، من يحط اذنه على كل سماعة جاء فرقا ما بعدها تجمعي. قال طيب وانت وش تقول؟ قلت أقول أما تجي مثل الرجال ولا تجي مثل اللي أنت تعرفه.